الو، مساء الخير. هتدي له واحده على الهوا بقى ولا ايه؟ ادي واحده يا شهاب. حبيبي منور يا كابتن، المعلق الكبير والمعلق الرياضي الكابتن محمد عفيفي، منور الدنيا. حبيبي يا استاذ محمد، منور الدنيا، وضيفك النجم الكبير طبعا الكابتن شهاب. كان وقتها هو واحد طالع وسط نجوم كبيره، يعني لو تفتكر تشكيل الماتش يا كابتن. انما خلينا نرحب بالكابتن شهاب اللي اكيد جمهور الاهلي برضه وحش وجوده على الشاشه. حبيبي يا كابتن عفيفي، انا مبسوط جدا ان انا سمعت صوتك، وبتمنى لك كل التوفيق ودايما متألق دايما كده يا رب. وزي ما بقى لسه كنت بقول لمحمد، من الحاجات اللي انا بعتز بيها الاذاعه بتاعتك على الجول بتاعي، فادى للجون شكل كبير وبعتز بيها جدا. يا كابتن عفيفي، احساسك وقتها وانت بتعلق على المباراه في قناه الاهلي وفي الدقيقه كام؟ 93 94 والماتش راح لركلات جزاء والشوط الاول 0-0 ومحتاج 3 اجوان في الشوط الثاني، تفاعلت مع الهدف ده ازاي؟ بخلاف طبعا هدف فضله او هدف متعب. خليني اقول لك يا كابتن محمد ان المباراه دي ليها كواليس كتير، انما طبعا كان اهم مشهد فيها زي ما بنقول كده مشهد النهايه، مشهد الجون بتاع الكابتن شهاب. ولكن اليوم ده كان يعني من الايام الصعبه جدا، انت عارف اللقاءات الافريقيه للنادي الاهلي واللقاءات الحاسمه يعني على خاصه المباريات ديت بيبقى في حاله من التوتر، خصوصا ان النتيجه كان فيها مشكله لبدايه الشوط الثاني. مظبوط. انت متذكر لغايه دلوقتي كان الاستوديو التحليل الاعلامي الكبير الراحل خالد توحيد، الله يرحمه، نجوم التحليل الكبار الدكتور طه اسماعيل والكابتن زكريا ناصف، ودخلنا الشوط الثاني والنادي الاهلي محتاج على الاقل جونين عشان يروح لضربات الترجيح. حته الجون الثالث بقى اللي هو الاهم حاجه للحلقه طبعا النهارده، الجون بتاع شهاب، انا بلغه الكوره انت عارف، انت الناس اللي لعبت كوره او بتتابع كوره او بتحلل في التوقيت ده وخلاص المباراه بتنتهي وشاف في المكان ده، خصوصا ان شهاب كان طالع مميز بحته التسديد من خارج ال 18. وعايز اقول لك ان الكابتن شهاب وكان احمد شكري هما الاثنين الصغيرين اللي في الفرقه مع نجوم تخض في الوقت ده. مظبوط. يعني بتتكلم على تريكا وبركات ووائل جمعه وسيد معوض ومتعب وبركات، يمكن انا قلت لك التشكيل بالكامل في الوقت ده، وشاب في المكان ده عايز لعيب عنده خبرات متراكمه ولعيب عنده ثقه في نفسه ان هو يسدد من المكان ده. فتخيل بقى شاب في السن ده وفي المكان ده وفي الضغط الجماهيري ده، وانا بقول له ادي واحده يا شهاب. انا عايز اقول لك ده توفيق من عند ربنا، يعني توفيق ليا وتوفيق للكابتن شهاب ان يفضل الجون ده علامه ليه، واحد من الاجوان المهمه للنادي الاهلي، وكمان كان علامه ليا وارتبط بجمهور الاهلي. مش عايز اقول لك لغايه دلوقتي لو ليا لازمتين ثلاثه الناس بيبقوا بيرددوهم منهم ادي واحده يا شهاب، يعني بعد 14 سنه يعني كان في ناس بعدها على طول ممكن ما يكونش الاسم معروف قوي فيجي يقول لك بتعدي واحده يا شهاب. فده كانت حاجه بتفرحني وببقى سعيد. انا كمان كنت معاصر طلوع شهاب للدرجه الاولى للفريق الاول، هو وشك وعفروت وشكر الثلاثه كده وهشام محمد كانوا مع بعض طالعين، كابتن حسام البدري اللي اداهم الثقه واداهم لقاءات، وكانوا يستحقوا اكتر من كده في اعتقادي في مسيرتهم، سواء كابتن شهاب او كابتن احمد شكري او كابتن مصطفى عفروت. اكيد. طيب كابتن عفيفي، الماتش ده لما جاب الجون وانت كملت معاه وحتى شاور ساعتها وحتى شهاب قال لك الماتش خلص خلاص مفيش وقت تاني، جون في الدقيقه 94، انت علقت وفضلت رايح حتى لفرحه شهاب وعلقت عليها، مش مثلا اندمجت مع الهدف، لا انت كملت الفرحه ووصفتها وعلقتها. الحمد لله بيبقى ده استاذ محمد دي حاله من التوفيق للمعلق، وكمان انت بتبقى عايش حاله الجمهور. يعني زي حتى انا قلت اثناء المباراه اعذرونا انا النهارده مشجع، خصوصا الاهلي بيلعب مباراه كبيره والاهلي بيلعب بيمثل الكره المصريه، ويمكن الحاجات اللي انا كنت بقولها مش محضرها، دي حاجات تلقائيه، انا ما اعرفش ان شهاب هيجيب جون في وقت مهم ووقت حاسم زي ده، واقول له يا شهاب يا اللي اتولدت كبير، فعلا لعيب كبير انه يسدد من المكان ده والمسافه دي زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد. عايز لعيب عنده خبرات كبيره قوي قوي ان هو ياخد القرار ده، حتى لو هو كان عنده مهاره التسديد، انما بقولنا التوقيت المباراه الضغط الجماهيري الاستاد مليان على اخره. صح. وزي ما انت قلت في المقدمه يا استاذ محمد بشكرك، الوقت ده احنا كنا 4 أو 5 قنوات بينقلوا المباراه، فده كان حاجه ليا برضو زي اللعيب بالظبط او المدرب اللي ربنا بيكرمه وينجح، انك انت يعني زي ما بيقولوا كده يبقى لك تركب المباراه ديت في وسط المعلقين الكبار اللي كانوا موجودين، فده كان حاجه ليها يعني شرف ليا ومردود كويس جدا.
في الفترة اللي أنا قضيتها في قناة الأهلي، شرف ليا إن أنا اشتغلت على شاشة الأهلي أكيد أكثر لينا. من موسم. أكيد. كابتن عفيفي أنا بشكرك، نورتنا وشرفتنا، وكانت مداخلة مهمة جدا في توقيت بنسترجع فيه ذكريات هدف كان مؤثر مع النادي الأهلي لشهاب الدين أحمد. أعتقد أنا سألتك قبل الهوا هدفك ده اتعلق بأربع خمس معلقين، أنت قلت لي عفيفي. عفيفي ده حقيقة، يمكن زي ما قلت لك أنا بحبه بإذاعة عفيفي جدا، لأن زي ما انت بتقول شهاب تلاقي الناس تقول لك ادوا واحدة شهاب.